ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد فراج أبو النور، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية. دكتور محمد، نرحب بك على إكسترا نيوز. وما أهمية أو ما طبيعة العلاقات المصرية البيلاروسية في ضوء الزيارة الأخيرة التي كانت للرئيس البيلاروسي إلى القاهرة، وهذه العلاقات الاقتصادية الأكثر أو يعني التي ربما تبرز في هذه العلاقات المتنوعة بين مصر وبيلاروسيا مؤخرا؟ والحقيقه العلاقات بين مصر وبيلاروسيا في الفتره الاخيره في السنوات الاخيره بتشهد تطور مهم، ولكن الاهم من هذا ان هذه العلاقات قبل الان تحقق تطورا اكبر. العام الماضي تحديدا حجم التبادل التجاري بيننا وبين بيلاروسيا وصل الى 108.5 مليون دولار، وفي اتفاقيات مهمه جدا في بروتوكول التعاون في العام الماضي او مذكره لخارطة طريق وقعها وزير الصناعة والتجارة المصري مع وزير التجارة البيلاروسي، ويفترض انه بتتناول يعني توقيعها تم بالاحرف الاولى وتتناول جوانب مختلفة عريضة جدا من جوانب العلاقات. يفترض انه الرئيس السيسي في زيارته المرتقبة لبيلاروسيا حيوقعها بشكل نهائي مع الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو، تتطرق الى مختلف جوانب التعاون الاقتصادي والتعاون السياسي والتعاون في مختلف المجالات. في الحقيقه زي ما التقرير بتاع الزميله اشار، لانه التفاهم السياسي عميق بين مصر وبين بيلاروسيا. فكره مكافحه الارهاب فكره جوهريه في سياسه مصر وبيلاروسيا، وبيلاروسيا بالمناسبه ايضا من الدول التي تؤيد الحقوق العربيه وتقف مع الدول والشعوب العربيه ضد العدوان الاجنبي، ضد التوسع، ضد يعني كل مظاهر العدوان، وطبعا ضد الارهاب الدولي اللي يمثل قطر ساحه يعني على الساحه الدوليه في الفتره في السنوات الاخيره، بيدفع جميع الدول المحبه للامن والسلام والراغبه في التقدم لان تتعاون سويا. البروتوكول ايضا او خارطه الطريق تتحدث عن التعاون الصناعي، وفي مجالات مهمه جدا الحقيقه انا يعني عايز اتوقف عندها بالذات في مجال التعاون الصناعي، لانه بيلاروسيا رغم ان هي دوله صغيره يعني عدد سكانها حوالي 12 مليون الا انها دوله من اكثر دول الاتحاد السوفيتي السابق تقدما. دوله فيها اولا صناعات عسكريه متقدمه، فيها صناعات كيماويه متقدمه، فيها صناعات النقل ومواد وادوات البناء الثقيله زي البلدوزرات والرافعات وما الى ذلك متقدمه، صناعه الاتوبيسات الكهربائيه، صناعه السيارات، فيها مجالات كثيره جدا، وهم راغبون في بحث اقامه مدينه صناعيه بيلاروسيه في مصر، وجاري يعني البحث الان في مساله المنطقه المناسبه. طبعا ده موضوع هيتم بالتعاون مع الجانب المصري، ودي مساله مهمه جدا. مساله قطع الغيار الانتاج المشترك للمصنوعات التي نستوردها، يعني توطين التكنولوجيا بالنسبه للسيارات وادوات النقل الثقيل وما الى ذلك. مصر والانتاج المشترك لها على الاراضي المصريه، هذه الامور مهمه جدا من زاويه يعني انه توطين التكنولوجيا في مصر بيدفع التنميه وبيدفع التقدم الصناعي دفعه مهمه للامام، وبيساعد على يعني تدريب عمال وفنيين ومهندسين مصريين، وهم ايضا مستعدون للتعاون معنا في مجالات يعني التعليم، بمعنى ابتعاث او بعث ارسال مصريين طلبه ودراسات عليا وما الى ذلك الدراسه في الجامعات البيلاروسيه. كل هذه المظاهر للتعاون، وطبعا يضاف اليها العنصر المهم جدا الذي تطرق اليه ايضا التقرير، الا وهو موضوع الاتحاد الاوراسي. معروف انه الاتحاد الاوراسي اهم الدول واكثرها تقدما الموجوده فيه هي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، فيه طبعا ارمينيا كمان وقرغيزستان، ولكن بشكل اساسي التبادل التجاري وامكانيات التعاون الاقتصادي الاكثر اثمارا والاكثر فائده مع الدول الثلاثه دول اللي هم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان. بيلاروسيا بالذات طبعا يعني
نعم لا روسيا مباشرة. نعم دكتور محمد، نعم دكتور محمد، يعني أصبح مؤخرا من المعلوم بالضرورة أن مصر تحاول تنويع علاقاتها سواء الاقتصادية أو السياسية أو تجارية بين دول العالم سواء شرقا أو غربا. مؤخرا لاحظنا أن هناك اتجاه لدى مصر في أنها تتحول إلى ناحية الشرق من بين هذه الدول التي تحاول تنويع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. زار مؤخرا عدد كبير من دول شرق أوروبا وتم التباحث حول ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين هذه الدول. أهمية أن تنظر مصر بجدية إلى علاقات اقتصادية مع دول شرق أوروبا بشكل عام. دول شرق أوروبا ودول الشرق عموما كمان، لأن احنا علاقاتنا كمان مع الصين ومع كوريا الجنوبية واليابان طبعا دي علاقات كلها مثمرة، دول محققة قدر كبير من التقدم. دول شرق أوروبا يعني إذا انتقلنا إليها طبعا كانت وروسيا أيضا بتعتبر من دول شرق أوروبا بالمناسبة، دولة أوراسية كبيرة، يعني روسيا بتحتل تقريبا ثلث قارة أوروبا الشرقية أو أكثر قليلا. فروسيا وبيلاروسيا واوكرانيا طبعا عندها وضع مختلف شويه من بين دول الاتحاد السوفيتي، لانها فيها وضع عدم استقرار سياسي ويعني وده عامل ارباك شديد في الاقتصاد بتاعها، ولكن هناك ايضا ما نستطيع ان نستفيد من العلاقه بها، استيراد قمح او غيره او بعض المصنوعات اللي هي بشكل تقليدي كنا بنستوردها. ولكن طبعا انت عندك دول زي بولندا، عندك دول زي بيلاروسيا، عندك دول زي رومانيا، عندك دول زي بلغاريا، في اشكال كتير من التعاون يعني بيننا وبينهم، سواء في مجالات بعض الدول في مجالات زراعيه متقدمين في الزراعه ولدينا ويمكن ان نستفيد منهم، بعض الدول عندها يعني منتجات والات هندسيه يعني في مجال الصناعات الهندسيه، تلاقي ان دول زي مثلا بيلاروسيا وبولندا دول متقدمه، هتلاقي في حاجات منتجات الحصر عن البترول والتنقيب عن البترول وما الى ذلك، هتلاقي دوله زي رومانيا عندها قدر لا باس به من التقدم. ولكن طبعا يعني الدوله الاكثر اهميه في كل الدول دي طبعا هي روسيا، اللي احنا يعني التبادل التجاري بيننا وبينها حقق طفرات. نعم ومصر ربما تجري مباحثات مع الاتحاد الاوراسي، هذه المنظمه الاقتصاديه التي تتضمن خمس دول في يعني مجاوره لروسيا وكانت سابقا ضمن الاتحاد السوفيتي. والرئيس عبد الفتاح السيسي التقى برئيس المفوضيه الاقتصاديه للاتحاد الاوراسي في اكتوبر من عام 2018 وتم التباحث في هذا الامر. اهميه ان تتعاون مصر مع دول الاتحاد الاوراسي اقتصاديا، خصوصا ان عدد السكان او السوق الاوراسيه ربما تتعدى 180 مليون مواطن. نعم ده حقيقي طبعا، دي سوق كبيره. وبالمناسبه في اثناء وجود الاتحاد السوفيتي ولسنوات ولعشرات السنوات كانت تعتبر سوق تقليديه للصناعه يعني الكثير من الصناعات المصريه. نعم. والحصولات الزراعيه، وده احنا الصادرات الزراعيه بالنسبه لنا مساله مهمه جدا في يعني في الصادرات المصريه او في جدول الصادرات المصريه، صناعات الصادرات الزراعيه مهمة، صناعات الصادرات الصناعية من منسوجات وملابس جاهزة وصناعات خشبية وغيره وغيره كانت برضو سوق تقليدية. الآن وبعد فترة انقطاع مصر في السنوات الأخيرة وبالذات بعد ثورة 30 يونيو بتبذل جهد كبير في استعادة هذه الأسواق وفي تنمية العلاقات مع هذه الدول. طبعا الاتحاد الأوراسي أولا كسوق كبير، ثانيا كدول فيها على الاقل زي ما قلنا ثلاثه اللي هم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان عندها قدر مهم من التقدم التكنولوجي. نعم. تطوير التعاون معاهم بيبقى بالنسبه لاقتصادنا موضوع مهم جدا، وفتح الابواب لانه صناعاتنا ومحاصيلنا الزراعيه تدخل هذه البلاد بدون دفع جمارك، واحنا بنتكلم عن اتفاق تجاره حره، ده موضوع يعني مهم. وطبعا هيبقى مهم كمان ايضا ان احنا بناخد بالنا ان بما انه الميزان التجاري هو بيميل لصالحهم في هذه المرحله، ان احنا بنحاول ناخد في البدايه شروط تفضيليه لينا، بمعنى ان الدول ربما الاكثر تقدما او الاكثر نموا زي روسيا على سبيل المثال او بيلاروسيا ممكن تدي افضليات. نعم. لدول زي مصر تعتبر من الاسواق الناشئه، وبحيث انه يعني احنا بنكون بنحقق مكاسب، ما بنختارش نفتح اسواق مش بنافي الاخرين من الجمارك. طبعا هذه الامور مهمه جدا جدا، وايضا
فكره يعني الاسواق الحره او العلاقات الحره بتفتح الباب ايضا للدفع بالعمله الوطنيه الامر نعم اللي وايضا حريه حركه رؤوس الاموال بين الدول او بين الاتحاد الاوراسي وبين مصر. مصر ربما الاستراتيجيه المصريه حاليا تنظر في هذه العلاقات الاقتصاديه بين الدول على انها منفعه متبادله وليس من جانب واحد او من طرف واحد. كيف تنظر دول الاتحاد الاوراسي تحديدا روسيا البيضاء او بيلاروسيا الى مصر حاليا باعتبارها بوابه للاتحاد الافريقي وبوابه للدول الافريقيه اقتصاديا على الاقل؟ الحقيقه طبعا التاريخ الطويل من العلاقات الاقتصادية الوثيقة ومن العلاقات السياسية الدافئة والمبنية على تفاهم عميق مع هذه الدول واللي كان يعني في أحيان كثيرة بيتضمن أيضا زي ما قلت لحضرتك قبل كده شروط تفضيلية لمصر ينبغي أن نحافظ عليها ولا نفرط فيها. طبعا مصر بوابة إفريقيا ده شيء مفهوم، وموقع مصر بالنسبة للقارة الإفريقية سواء من ناحية الحركة عبر البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر، وإحنا طبعا مرتبطين نعم علاقات واسعه مع دول زي الكوميسا وفيه يعني شروط تجاريه فيها تسهيلات كثيره واتحادات تجاريه مع دول زي الكوميسا والاتحادات الافريقيه المختلفه. عفوا اتفضل. وطبعا عندنا الشريان الذي يمثله النيل، وعندنا المشروع الكبير للقاهره كيبتاون والربط عبر نهر النيل الى جنوب القاره. طبعا كل نعم. هذه وبالتاكيد هناك مشروعات او فرص استثماريه يعني بتدي تسهيلات مهمه للصناعات التي يمكن ان تاتي الى مصر او التي تنشا مناطق لاقامتها من المنطقه الصناعيه الروسيه مثلا. نعم. وبالتالي هناك فرص استثماريه واعده بين الطرفين سواء الجانب المصري او الجانب الاوراسي فيما يتعلق ايضا بالعلاقات المصريه البيلاروسيه. في كل الاحوال الدكتور محمد فراجة بن نور الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسيه، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وهذه المداخله. مشاهدينا الاعزاء على راس الساعه القاكم في موجز اخباري، الى اللقاء.